مش عليك دابا حنايا من واحد الناحيه تنشكروا السلطات اللي فوهاتنا هاد الشهرين، هبطنا شفنا البحر وخدمنا، ولكن جمعه جاتنا مربجه، ما كانتش واحد الخدمه مزيانه، وبنادم ما جمعش داكشي اللي خصو يعيش به في الشاو، وكاين اللي عنده ثلاثه الدراري اربعه، كاين اللي عنده والديه، كاين اللي عنده راسو، فهمتي؟ يعني بنادم هذه من واحد الناحيه، ولكن من واحد الناحيه اخرى ديال كوفيد 19 راه المواطن هو اللي داير هذا الشيء. دابا واحد ملي تيهبط اصلا من طوموبيل شوف تيهبطوا خمسه سته، فهمتيني؟ ما يمكنش عاد تقول لي لا ما تجيبش، جيب نتوما ثلاثه ورد الاخرين، ما يمكنش هادشي تيبقى ديال السلطات. ولكن الرمله ملي تيهبطوا ليها راه واحد العائله تجي، دابا انت عائله مدور العائله الجايه لك تتلاقى معاه هنايا، هادشي اللي ولا في هاد الدار، ولاو تيتلاقاو في البحر ما بقاوش يتلاقاو في الديور. واش كتقول دابا بان المواطن ما رحمش راسو وما رحمش المواطن اللي ما لحمش راسو باش ما يخليش الاقتصاد ديال البلاد غادي، هو دايره بواحد النيه صافيه، حيت تا هما مساكن تقارو بغاو يتلاقاو بغاو يتشوفوا بعضياتهم، كاين الصحاب شحال ما تشافوش، كاين العائله، كاين الخوت، كاين اللي ما شافش مو بعيده عليه تلاقى معاه في طون البحر تفوهو. حنا ما علموهمش، حنا نلوموا هذا المرض ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفعوا علينا. البحر عامر، ولكن هذا راه بالنسبة لهاد العموري راه السلطات واخدة التدابير ديالها وما مخلياش داك الشيء مرباج، والبحر عمر هذاك الشوية، ما مشيتو لبحور آخرين راه تلقاهم عامرين بواحد الدرجة ما تتصورش. احنا ملي كنا هنايا خدامين وملي كان البحر عامر ما عمرنا شفنا شي حالة، ما عمرنا دخلنا وشفنا شي ولا جات شي لابيلانس، جات شي واحد من هنا. تمارا كانت واحد كانت زوينة، كانت غادا زوينه، ما عرفت كيفاش هاد اليومات الاخرى حتى بدا بنادم راه حتى البحر ما كانش يعمر بهاد الطريقه، اما من مورا العيد، من العيد الكبير للفوق هاد جوج سيمانات عمر فيهم البحر، ما فهمتش واش عمر حيت كانوا متخوفين من السدان ولا شي حاجه ولا، وتنطلبوا من السلطات توقف مع الشباب مساكن، فهمتي؟ اللي دابا حنا بركنا من الخدمه، حنا مع قالوا لنا السلطات ريحوا ريحنا ونفذنا الاوامر، هو خصنا باش نعيشوا، دابا من النهار الاول حنا ما عندناش باش نعيشوا. خصنا باش نعيشوا، فهمتيني؟ حنا مع المخزن، حنا اللي قالوا المخزن تنديروا، حنا مع سيدنا عاش الملك، وبغينا البلاد ديالنا تفوق هذا المرض وتنقزوا بواحد 100 درجة ولا 200 درجة وربي يحن، ولكن راه ما عندناش باش نعيشوا اخويا، راه جوداش حافظ. أنا ما عنديش دابا، عندي جوج وليدات، غنمشي نوريك لاكارت نوريك الراميد، عندي جوج وليدات وما عنديش باش نعيش. ما يمكنش نقول لك بهذيك الشيء ديال العقلية ديال شحال هذه ونمشيو نسرقوا ونمشيو. هذاك الشيء ما كاينش، هو خصنا باش نعيشوا، ما يمكنش تخرج تطلب الخضره والديسير ولا كيفاش تعيش، ولا ما تاكلوش، ولا نبقاو عايشين مثلا بالعدس والحمص واللوبيا. خصنا باش نعيشوا، عندنا وليدات، والله الوليدات ديالنا ما بحرناهم، حنا خدامين هنا، والله ما بحرناهم مره وحده تبحروا. مره وحده اللي هبطناهم للبحر يعوموا، علاش؟ حيت خفنا حتى حنا على الناس، وخفنا على وليداتنا، وخفنا على راسنا. ماشي ساخط، بغينا شي واحد يحس بينا من الله سبحانه راه حاس بينا. راه عارف شنو ونقدروا ما نوصلوش شي حاجه ديال المقدس نخليو الله ابار سبحانه وتعالى، راه ما حسش بينا حتى واحد، راه تيقولوا لنا دخلوا دخلوا، خرجوا خرجوا، ولكن شنو عاد تاكلوا ما عرفتش. الدول الاوروبيه تنعرف، انا عندي عائلات وناس وصحاب وصحابي كانوا معايا هنا عايشين في اوروبا، النهار اللي غيدخلوا النهار اللي مدوا لهم 8 ديال المليون يديروا احصائيات 8 ديال المليون، راه ماشي سهله باش تدخل لدارك ونعطيك 8 المليون، يعني راه واه. ولكن الحكومة ديالنا ما دارش معنا والو، عطاونا 1000 درهم، وال1000 درهم ما تعطيوك حتى تيحمقوك، تتغرق نصا ولا أكثر منها أكريدي، وأنا تنطلبوا من جلالة الملك يشوف فينا، وحنا راه هما الجنود ديال البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.